شنو هو اللي ما مشاش وشنو هو كان ينقص الترجي باش يرجع على الاقل بنقطه بنتيجه تعادل؟ هو بكل صراحه سي صاحبي طارق ثابت نحبوه وفرحنا اللي عملوه في الفتره الاخرانيه، لكن وقلنا طارق ما تفلسفش ولعب. المره دي تفلسف ونقول لك انا التنقل نتاع من الماتش من 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 الكونغو لتنزانيا ظهر لي حتى طارق ثابت دخل بعضه في الماتش، لانه شنو انت ظاهر الماتش سي طارق ما كامل احتراماتي باش نمشي نلعب ماتش البرة خويا في كوب دافريك ما نجمتش نربح ما نخسرش ونروح لتونس عندي روتور في تونس في عقلي. زيد فما حاجات مثلا وثانيا انا ترجي رئيس جمعيه وهيئه واحد جيب لك ملاعبيه شنو قادوا حتى على الملعب؟ سامحني ليكيب الاولى تلعب توغاي ومريح بن حميده وبن علي يلعبوا، يجي يقول لك الاظهر، اي الاظهر شنو؟ يجي تلعب لي بيفو، انت لعبت 4-2-3-1 يلعب تقاول وليد العايب قدامهم ساس، علاش تنحي فيه ساس في فورم؟ تلعب في ملاعبي عنده 6 شهور راقد، ما هو ساس هو ريجيسور غشى من ابو قره ولا رودريغيز، علاش قاعد على البنك؟ شنو هو الفائده نتاعهم؟ انت يمشي يلعب واقف صحيح ما نجمتش تقبل ما تخسرش ما نجمتش. طارق ثابت لا لعب لاتاك لا لعب ديفونس. وكانك تحمل في الهزيمه لطارق ثابت. طارق ثابت تفلسف. الفلسفه هي كانت وراء الهزيمه. التفلسيف اللي عمله طارق انا نقول له فرونشمون واش صلح روحه. التفلسيف اللي عمله طارق في الماتش كان يروح رابح وبسهوله، لانه بكل صراحه مستوى الترجي هناك برشا ملاعبيه ممتازين وممتازين جدا، ترجي ربما حتى فما ملاعبيه صحيح ما كانش عندهم المردود لازم ما كنا ما نجموش ما تنجمش تخسر مع جمعيه كيك واحد بلاش ماهيش خير منك بعيده برشا ما زنبي عملت 2-3 كونتر باهين صحيح يما من الاول كنت نجم ماركي راسوس 3 وذيك الغلطه. يا خويا انا ماشي نلعب في الافريق يا انا نطمعها انا نجيبها نخرجها مش ماشي نصدم عليها لا صدمت عليها ولا وخرت. ولذا يلزم عباد تتعلم راهي فما ما اطراح خاصة البرة في الافريق نمشي خويا ما نجمتش نربح ما نخسرش. ولذا انا نقول توا الكلام زايد انا بالعاني قلت الكلام هذا لانه نحن نحبوه طارق وعندنا فيه ثقة ولعب ربح ماتش شو اسمه هذيك مش خير من راهو الديوانة مش خير من مازامبي راهو نفس تقريبا نفس المستوى. اي باش نقول ماتش في تونس ردوباكو الحاجة الوحيدة اللي نأكد عليها الجمهور تاع الترجي لازم يكون حاضر لانه ايش نقول لك اللعبه الكل 80% عند الجمهور راه نعطيك انا الصحيح 80% بالوليدات والشيء اللي موجود خاصه توا جمعيه ما لعبتش كونتر قدام جمهور كبير ماذا بين نهار الاربعاء اول حاجه الجماهير ساعه في كيف سلفوك بشويه جمهور لا عندنا دوبل وتريبل لا موجود جمهور كبير جمهور الفريقي وترجي كبار انا نحكي جمهور ترجي يلزم نهار 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 الاربعاء الناس الكل ديجا وفرت تسكر حتى الجمعيه وفرت تسكر وطارق ثابت خويا راهو فما شويه مخ راني نجم مازامبي تربح لكن ما غير فوضى راهو الاطراح هذا يتربحوا بالمخ واضح